بعد فرض الحجر المنزلي في كل أرجاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، تواجه الأسر تحدي لا يقل صعوبة عن حماية أطفالهم من الفيروس، وهو كيفية التعامل مع أطفالهم داخل الحجر المنزلي الذي يمتد في بعض الدول لأكثر من 50 يوما حتى الآن. المزيد في التقرير التالي من مراسلتنا من دبي. في هذه المدينة السكنية الهادئة يوجد خلف أكثر من نصف أبوابها أطفال لا يستطيعون هم وأولياء أمورهم الخروج من المنازل كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. الأطفال هم التحدي الأكثر صعوبة، فكيف يتعامل الآباء مع أطفالهم داخل الحجر المنزلي؟ في هذا المنزل تعيش سالي صاحبة 8 سنوات، تغير أسلوب حياتها كغيرها من الأطفال، فبعد الخروج أسبوعياً والذهاب لتمرين الجمباز، اليوم هي وبقية أسرتها في المنزل، لذا فوالدتها الآن هي صديقتها الوحيدة. تبدأ أول شيء تفطر وتغير، لازم دايماً نغير البيجاما حتى تدخل في المود أكتر، بعدين تبدأ تحضر اللابتوب تبعها، بتحضر دروسها وبنمارس هوايات متعددة، لأنه سالي بتحب التلوين، بتحب اللعب، بتحب أحياناً تكتب لي هيك أشياء بسيطة تتبادلها معي ومع أهل البيت. يعني صارت تدخل المطبخ معي أكتر، بتعرف البنوتات بحبوا يساعدوا الأم، تعمل معي سلطة، تعمل معي عجين بيتزا فطاير، هاي الأشياء بتخليها تقضي وقت ممتع أكتر، وبتحس إنه هي مرتبطة مع أهل البيت لأنه هي بنفسها اللي بتخبز وبتعجن، فبيبقى شعور كتير حلو. 45 يوما تقضيها باقي أفراد أسرة الطفلة في نفس المدينة السكنية داخل الحجر المنزلي، ممنوعة من رؤيتهم إلا عبر وسائل الاتصال عن بعد. مع الانتشار الجنوني لفيروس كورونا وارتفاع خطورته على الجميع، حددت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسف 6 وسائل يستطيع من خلالها الآباء والأمهات دعم أولادهم مع تفشي وباء كورونا كوفيد-19. لما يحجر الابن في البيت لا شك أنه سوف يولد ضغط نفسي جدا عالي. طيب ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى التاءات الخمس، تاء التلاعب، نحتاج إلى مزيد من التلاعب مع الأبناء، أني أنا ألاعبهم، أشاركهم، تاء ثانية تشارك في أفكار، في بعض الممارسات، في بعض الهوايات، تاء التفاعل، أتفاعل معهم، تاء التحاور، يصير نقاش، قصص، أخبار، مشاهدة، وتاء التعاون، أني أتعاون معهم في تنظيف غرفهم، في تنظيف الأماكن المعينة. سالي وغيرها من الأطفال ربما تغيرت عاداتهم اليومية، ربما يفتقدون ما كانوا عليه بشدة، لذا فكل ما يحتاجونه في زمن الكورونا الكثير من الحب والتفهم والصبر. أمل صالح، تلفزيون مملكة البحرين، دبي.